أعزائي المشاهدين وزوار الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في حوار جديد ضمن البرمجة التي نخصصها لقطاع حيوي ألا وهو قطاع الطيران بالمغرب، نظرا للدور المهم الذي يلعبه سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي. وسوف نناقش هذا القطاع مع ضيفة مميزة وهي السيدة حبيبة القلالش نائبة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية. أهلا بك سيدتي. أهلا بك سيدة القلالش. أول سؤال مباشر، ما هي حصيلة إنجازات شركة الخطوط الملكية الجوية في الفترة ما بين 2012 و2015؟ تتميز فترة 2012-2015 بتطبيق الإجراءات التي تم النص عليها خلال عقد برنامج الذي تم تهيئه خلال سنتين 2010 و2011 والتوقيع عليه من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية والدولة في يوم 21 شتنبر 2011. وللتذكير، فذلك عقد البرنامج كان له هدفان: أولاً تحسين الوضعية المالية لشركة الخطوط الملكية المغربية، والهدف الثاني هو تهيئ شركة الخطوط الملكية المغربية لكي تصبح شركة لامعة تتطور بصفة منتظمة وعلى أسس اقتصادية معقلنة ومنطقية. فبعدما كانت الحصيلة المالية للشركة عام 2011 تساوي ناقص 1.7 مليار ديال الدرهم، فقد تمكنت الخطوط الملكية المغربية من تحقيق إنجازات جد مهمة مكنتها من تحسين تلك النتيجة، حيث وصلت في عام 2012 إلى 43 مليون درهم، وعام 2013 إلى زائد 168 مليون درهم، وعام 2014 إلى زائد 184 مليون درهم، وعام 2015 إلى زائد 203 مليون درهم، يعني تحسين عام بعد عام. ولقد وصل رقم المعاملات سنة 2015 إلى أزيد من 13 مليار ديال الدرهم، وبلغ عدد المسافرين إلى ما يناهز 6.5 مليون مسافر. سيدة قلاش، عملية ما هي الخطوات العملية التي قامت بها الشركة لتطبيق هذه النتائج المحصلة عليها؟ إن أهم المنجزات التي قامت بها الخطوط الملكية المغربية خلال تلك الفترة والتي موجودة ضمن عقد البرنامج يمكن تلخيصها في 7 نقاط. النقطة الأولى هي تعزيز الحكامة، وذلك عبر إحداث عدة لجنات تابعة للمجلس الإداري لشركة الخطوط الملكية المغربية، مثل لجنة التدقيق، لجنة الاستثمار، وكذلك لجنة المكافآت والترشيحات والحكامة، التي كانت تجتمع هي والمجلس الإداري بمعدل سنوي يفوت 12 اجتماع، مما يدل على دينامية المجلس الإداري للشركة واللجنات اللي تابعة له. وكذلك ضمن ميدان الحكامة تم إنشاء هيكلة للفحص الداخلي للشركة واقتناء العديد من الأنظمة المعلوماتية. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية تتعلق بتقليص عدد المستخدمين، حيث تم تقليصهم بحوالي 2000 مستخدم، يعني تقريبا 40% من عدد المستخدمين في الشركة، وذلك في إطار المغادرة التوافقية، مما مكن الشركة من تحسين مردوديتها. ولم نتوقف على المغادرة التوافقية، بل استثمرنا في العديد من الوسائل لتنمية الموارد البشرية. النقطة الثالثة تتعلق بإعادة هيكلة الشبكة وتعزيز العرض على مستوى محور الدار البيضاء، حيث تم حذف 17 خط كانوا يشكلون عجزا ماليا مهما للشركة، علما أنه تلك الخطوط كانت تستغلها شركات أخرى. وهنا يجدر بي القول أن منذ توقيع سياسة فتح الأجواء
مع الاتحاد الأوروبي، فقد وصل عدد الشركات المنافسة للخطوط الملكية المغربية إلى حوالي 50 شركة، مما يضع ضغطا كبيرا على تنافسية الشركة الوطنية. النقطة الرابعة تتعلق بتقليص حجم الأسطول عن طريق سحب 10 طائرات من الجيل القديم والغير الملائم، واقتناء طائرات جديدة، مما ساهم طبعا في تحسين المردودية ونقص تكلفة الصيانة ونقص كذلك تكلفة الوقود. النقطة الخامسة تتعلق بتخفيض الكلفة في كل المجالات. والنقطة السادسة وهي ما بين أهم النقط تتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء، حيث وصلت نسبة احترام المواعيد إلى 82% مقابل 65% عام 2011، أي زيادة 17 نقطة، وانخفضت نسبة ضياع الأمتعة بنسبة 74%. الشيء الذي مكن الخطوط الملكية المغربية من الحصول على جوائز دولية تعترف بتحسين الخدمات، مثل جائزة سكاي تراكس كأحسن شركة إقليمية في القارة الإفريقية، وجائزة فايف ستارز دايموند من طرف الأكاديمية الأمريكية لعلوم الضيافة. وبعد أن حصلت الشركة على 2 نجوم سكاي تراكس عام 2013، تحسنت وضعيتها لتحصل على 3 نجوم عام 2014 و4 نجوم عام 2015. وأخيرا هضرت على 7 نقاط. النقطة السابعة هي ترحيل بعض الأنشطة، تفويت بعض الأنشطة وإعادة التركيز حول النشاط الرئيسي للشركة. إذن سيد القلاش، تكلمتم عن تطور أو تطوير مستوى الخدمة المقدمة للزبناء، هل قربتم المشاهدين من الاستراتيجية التي تنهجها الشركة لتطوير نشاط النقل الجوي وتحسين الخدمات المقدمة للزبناء؟ تطلب الدولة من الخطوط الملكية المغربية أن تقوم بعدة مهام يمكن تلخيصها حسب فهمنا إلى 6 نقاط. أولاً، ضمان التواصل الدائم بين المغرب وبقية بلدان العالم. ثانياً، تعزيز الشراكة جنوب-جنوب، أي مع بلدان القارة الإفريقية. ثالثاً، تدعيم سياسة الجهوية بفضل ربط جميع المناطق المغربية بعضها البعض. رابعاً، تسهيل التنقل الجوي للجالية المغربية في الخارج وكذلك الجالية الإفريقية وكذلك الحجاج المغاربة. خامساً، المساهمة في تطوير السياحة. سادساً، المساهمة في جلب أكبر عدد من المستثمرين في ميدان صناعة وصيانة الطائرات. وتعمل حالياً الخطوط الملكية المغربية على بلورة تلك المتطلبات في شكل جدول أعمال يدوم عدة سنوات وتقييم الموارد الضرورية لإنجازه، والذي سوف يلخص في عقد البرنامج الجديد مع الدولة وشركة الخطوط الملكية المغربية، لأن البرنامج الحالي تنتهي صلاحيته أواخر سنة 2016. أما فيما يخص تحسين جودة الخدمات، لقد سبق لي الذكر أن بتحسين جودة الخدمات، نعم جودة الخدمات، اقتناء ما بين الوسائل اللي ساعدتنا على جودة على تحسين جودة الخدمات واقتناء طائرات جديدة من بينها دريم لاينر، تتوفر على تقنية عالية وتمنح للمسافرين راحة أكثر، كما حتى القدرة الاستيعابية أكبر. تماما، عندها قدرة استيعابية أكبر وتستهلك أقل من الوقود، وعندها عدة مزايا تمنح المسافر الشعور براحة أكثر. كما قمنا بإعادة تصميم قاعة الاستقبال للزبناء المتميزين
في مطارات باريس والدار البيضاء ومراكش، وقمنا كذلك بتحسين نوعية الوجبات التي نقدمها لزبنائنا سواء داخل المطارات أو على متن الطائرات. وقمنا كذلك بتوفير اختيار كبير لوسائل الترفيه أي الأفلام والموسيقى وغيرها أثناء الرحلات طويلة المدى. إذن كما هو ملاحظ فشركة الخطوط الملكية المغربية نشطة فيما يخص دعم الأنشطة الوطنية والإفريقية، هل قربتمونا أكثر من هذه النقطة؟ تساهم الخطوط الملكية المغربية في دعم عدة نشاطات ثقافية وتعليمية سواء داخل القارة الإفريقية أو في المغرب داخل الوطن المغربي، مثل المهرجان الإفريقي للسينما في واغادوغو، مهرجان الشاشات السوداء في الكاميرون، السوق الإفريقي للفنون فورجا في أبيدجان، مهرجان الفنون بداكار، مهرجان الموسيقى الأندلسية بنواكشوط، مهرجان التصوير في باماكو، مهرجان الساحل الهيب هوب بالنيجر، ومهرجان أول أفريكا ميوزيك أواردز في لاغوس بنيجيريا. هنا تكون الشركة هي الناقل الرسمي لهذه المهرجانات. تماما تماما، وتقوم الشركة كذلك بدعم عدة أنشطة داخل المغرب، مثل مهرجان السينما الدولي في مراكش، مهرجان الضحك في مراكش، مهرجان جازا بلانكا في الدار البيضاء، مهرجان التسامح في أكادير، المهرجان العالمي للموسيقى الروحية في فاس، وكذلك مهرجان السينمائي الإفريقي بمدينة خريبكة. طيب كيف تساهم الشركة في جعل المغرب مركزا للنقل الجوي بين إفريقيا وباقي مختلف دول العالم؟ يصل عدد الوجهات التي تصل إليها شركة الخطوط الملكية المغربية إلى 93 وجهة في العالم داخل 50 بلد، تضم 32 وجهة في إفريقيا، 34 وجهة في أوروبا، 5 وجهات في الشرق الأوسط، 4 في أمريكا، و 18 وجهة داخل المغرب. وبذلك تكون الخطوط الملكية المغربية تحتل الرتبة الأولى في العالم من ناحية عدد الرحلات التي تقوم بها داخل القارة الإفريقية. نود أن نتعرف على أهم التدابير المتخذة من طرف الدولة لمساعدة الشركة على تخطي مختلف التحديات التي قد تواجهها. لقد ساهمت الدولة في تحقيق في الإنجازات التي حققتها الخطوط الملكية المغربية ما بين 2012 و 2015 بفضل أولاً رفع رأس مال الشركة ب1.6 مليار ديال الدرهم التي تم تحقيقه من طرف صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عامين 2011 و2012، وكذلك ساهمت الدولة بفضل عقلانة منح مواقيت للشركات الأجنبية التي تريد استغلال مطار الدار البيضاء الدولي المكتظ وكذلك مطار الرباط، وذلك من أجل رفع جودة الخدمات التي نمنحها للمسافرين. كما ساعدت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في الحصول على الرخص الضرورية لكي تمكن الخطوط الملكية المغربية أن ترفع عدد الرحلات داخل القارة الإفريقية وأن تفتح خطوطا جديدة. طيب الآن نود أن نتعرف على الرؤية المستقبلية للشركة لتطوير نشاطها أكثر. بالنسبة للرؤية المستقبلية للشركة، فإن الخطوط الملكية المغربية في صدد إنجاز نظرة جديدة للسنوات المقبلة، وذلك في إطار عقد برنامج جديد نعمل عليه والذي نتمنى عقده مع الدولة خلال الشهور القادمة إن شاء الله. طيب بهذا حوارنا يشرف على نهايته، أشكرك جزيل الشكر سيدة حبيبة القلالش، أذكر بأنك نائبة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، شكرا على الوقت الذي خصصته للقناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. لا شكرا على وجهك. أما أنتم أعزائي المشاهدين فأذكركم أنه يمكن إعادة رؤية هذا الحوار على الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. إلى اللقاء.